السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أميرة المراكشية. اليوم نحضر وصفة تقليدية شتوية ديال زمان، فتات الشتبة بواحد الطريقة اللي كتجي لذيذة. أنا شخصيا كنحماق عليها، وليداتي كذلك، كتجي غاية في الروعة، ما تشبعوش منها. هيتبعوا معايا المراحل خطوة بخطوة حتى الآخر. تخليكم على المقادير وطريقة التقديم، طريقة التحضير. ما تنسوناش اضغطوا على الزر الاحمر ابوني وديروا جيم لخاطر القناه ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده. بسم الله. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا هنا ثلاثه الحبات تاع الطماطم، بصله واحده، انا هذا الفول، هذا الفول صغير يعني تقريبا 100 غرام، كاس الا ربع، 100 غرام ديال العدس، كاس الا ربع كذلك، انا حبه رشات، معلقه صغيره عامره الحلبه، جوج معالق كبار، خمسه الفص تاع الثوم، الزعفران كناخذو ثاني في الكاس وكنطبقو حتى يطلقنا مزيان. انا هنا هذا المقرني، هذا الصغير هو هذه على هذا الشكل، رقيقه تقريبا 300 غرام. عندنا كذلك العطريه، الناس كنجبير تقريبا معلقه صغيره، السمن حسب الذوق معلقه صغيره حتى لجوج معالق صغار، هنا الخرقوم معلقه صغيره، فلفل حار اي سودانيه نص معلقه صغيره، واللي كيبغي الحر بزاف يزيد يدير معلقه صغيره امر، نص معلقه صغيره ديال الابزار. بسم الله. كناخذ هذه البصله بعد ما قطعتها هذا الشكل صغيره، وكنطلقوها حتى تتحمر لينا مزيان وتتقلى وتتدبال. كنديروا الزيت، الزيت اما تكون زيت نباتي ولا زيت زيتون، من الافضل تكون زيت مختلط، لان زيت الزيتون راه عندها فوائد كثيره بالنسبه لتفته الشتبه. هذه الشتبه، تفته الشتبه راه كنديروها والدينا، راه الشكل ديالها قديم وكتجي لذيذه بنينه. بالنسبه راه كنديروها تيعجنوا، راه سبق لي ان حضرتها بالحليب وكعجنت العجين. دابا الان غادي نحاول نختصر الوقت، لان كاين شحال واحد ما كيبغي يصايبها، ولكن كتجي خصو الوقت. اللهم هاد المقرونيه كنديروا بدل باش العجينه اللي غادي نحضروا. بعد ما تقلتنا البصل، باش ما تقلت البصل، كنضيفوا الطماطم بعد ما عشرناها، وكنتركوا الكل حتى تيتقلى لينا. ما تقلنا تيتقلى على خاطر مزيان، كتجي بنينه ولذيذه. بعد ما تعلكت لنا مرطوشه مع البصله، كنصبوا هذا العدس بعد ما غسلناه مزيان على الشكل، والفول الثومه بعد ما بشرناها على هذا الشكل، كنديرو تقريبا معلقه ديال السمن، السمن بالزيت الحار على هذا الشكل، كيجي بها لذيذه، كتجي بها تفتات الشتبه، كتجي بها لذيذه. وكنطلقهم حتى يتقلاو لينا بعض الشيء، باش كيجي هاد المرق كتجينا بنينه. بسم الله. بعد ما تقلى الكل، الان كنديرو جوج معالق ديال الحلبه. هما بالنسبه لهاد الحلبه راه ضروري لهاد الوصفه، كيقول لك ما كياكل الحلبه، لان الوصفه الرئيسيه هي تتكون بالحلبه. غندير معلقه صغيره تحت برشاد، وبالنسبه للحلبه واحد برشاد ممنوع تاكلو من الحامله. كنجيب هاد المكونات على الشكل، كندير الملحه معلقه، باش ما كانت الملحه، لان الملحه ما خصهاش الوصفه تزيد السكر. بسم الله. الان كنصبو كاس ديال اللي فيه الزعفران، وغادي نديرو العطريه، معلقه ديال السكينجبير، معلقه صغيره كيف ما سبق قلت لكم، الحار نص معلقه ديال السودانيه اي فلفل حار، نص معلقه ديال الابزار، معلقه ديال الخرقوم، وكنزجو الكل حتى كيغلى، من بعد نصبو الماء الكافي باش يطيب لينا هاد العدس وهاد الكوار. بسم الله. الان غادي نعمرو لينا الماء باش يطيب لينا هاد القوام، العدس والفول يكون الماء، وتما تتكونش النار عاليه، تكون النار تقريبا شي متوسطه باش يطيبو على خاطرهم. كنغطيو عليه، ما كتسدوش غير الكوتين، كنغطيو عادي بحال اللي بغا يدير في الطنجره كذلك يدير في الطنجره. الان كنغطيو عليه وكنتركو تطيب. بسم الله. بعد ما طاب الماء الكل، ها انتما كتلاحظوا العدس والفول صبح على هذا الشكل طيب مزيان. الان كنصبو الماء باش تيطيب لينا المقاوميه، باش تطيب لينا المقاوميه.
بسم الله. بعد ما درنا الماء الان كنتركوا هذا المزيج حتى يغلي لينا باش نديروا المكرونه. يمكنكم كذلك ديروا الماء يكون سخون، هي بالنسبه لي انا درت الماء بارد، يمكنكم ديروا الماء سخون غير باش تطيب الطبق. بسم الله. بعد ما غلات الطنجره الان كنصبوا هذه المكرونيه. بمجرد ما كنصبوها حنا كنبقاو نحركوا فيها لان ما تبقاش متحرك باش ما تلصق لينا. كنتركوا حتى تطيب. نبقاو نحركوها على هذا الشكل مره نبقاو نحركوها. تقريبا راه كتستغرق لينا 10 دقائق حتى 15 دقيقه. بسم الله. بعد ما طابت لنا المكرونه صبحت على هذا الشكل، كتجي رائعه ولذيذه لذيذه بنينه وصحيه بالنسبه لهذا البرد. نشربوها مزيان، ناكلوها مزيان، نحضروها راه يبغيوها وليداتنا بهذه الطريقه. كناخذوا كاس الحليب 200 ملل وكيغلى تقريبا شي 5 دقائق. بالنسبه لهذا الحليب راه سخنتو عدلتو، كنغلى 5 دقائق وكنطفي عليه النار ونقدمها. تبقى على النار 5 دقائق كنطفي عليها ونقدمها. هاد الطبق راه شهي ينفعنا في هاد البرد بزاف. بسم الله. بعد ما غلا تقريبا 4 دقائق حتى 5 دقائق كنطفي على النار، وهذا اختياري. كندير واحد السمعيقه ديال السمن راه كيجي بنينه، لان هاد الوصفه بالسمن كتجي رائعه وبنينه. وكنحركو هانتوما الشكل ديالها كي كيجي، ونقدمو الشكل النهائي ديال فتت الشلبه بالحليب والطماطم اي مطيشه. كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه ولذيذه وبنينه بزاف. كنتمنى تعجبكم، غادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.